أهلا بكم في أولى خدمتنا الإخبارية لهذا اليوم. يستقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة وفد الجمعيات البرلمانية لحلف شمال الأطلنطي، ومن المنتظر أن يتناول اللقاء دعم وتعزيز العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة ومكافحة الإرهاب، كما أنه من المتوقع أن يتطرق اللقاء إلى آخر تطورات قضية مقتل الشاب الإيطالي ريجيني. يلتقي وزير الخارجية سامح شكري اليوم مع نيكولاي ميلادينوف مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك بمقر وزارة الخارجية. ومن المنتظر أن يتناول لقاء الأوضاع في الشرق الأوسط وقضايا المنطقة ومكافحة الإرهاب. وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي 3 مذكرات تفاهم مع كل من محافظة الوادي الجديد وصندوق الاجتماعي للتنمية ومؤسسة مصر الخيرة، وذلك بقيمة 34 مليون جنيه. وقالت سحر نصر في مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاقية إن المنحة الموجهة لمحافظة الوادي الجديد جزء من دفعة بمبلغ 250 مليون جنيه من المنحة التي وقعتها وزيرة التعاون الدولي في يناير الماضي. كما وقعت الوزيرة مذكرتي تفاهم مع كل من سهى سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية واللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد. قال التلفزيون السوري الحكومي إن مسلحي تنظيم داعش هاجموا قوات الجيش بغاز الخردل في هجوم على مطار عسكري في محافظة دير الزور المحاذية للعراق بشرق البلاد، فيما لم ترد التفاصيل عن نتائج المحاولة الأحدث لداعش للاستيلاء على المطار الواقع في جنوب مدينة دير الزور. تستضيف العاصمة النمساوية فيينا اليوم اجتماعا حول ناغورني كاراباخ بعد 4 أيام على اشتعال المعارك بين القوات الأرمينية والأذربيجانية في هذا الإقليم المتنازع عليه، والتي أسفرت عن سقوط حوالي 40 قتيلا حتى الآن. وستناقش مجموعة منسك حول ناغورني كاراباخ التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمكلفة بإيجاد حل لهذا النزاع المجمد منذ أكثر من 20 عاما إيقاف المعارك في هذه المنطقة، وتترأس هذه اللجنة فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. رفضت المحكمة الأمريكية العليا مقترحاً تقدم به المحافظون لتغيير قاعدة تقسيم الدوائر الانتخابية بهدف الحد من قوة الناخبين المنحدرين من أصول اللاتينية وتعزيز قوة الناخبين البيض الذين يشكلون الغالبية. وفسرت المحكمة بإجماع قضاتها 8 قاعدة شخص واحد يساوي صوت واحد والمعتمدة كأساس لتقسيم الدوائر الانتخابية على أن المقصود بها هو عدد السكان القاطنين في الدائرة وليس عدد من يحق لهم التصويت. وينص القانون الفيدرالي على أن الدوائر الانتخابية يجب أن تكون متساوية من حيث السكان، إذ أنه لا يسمح بأن يزيد التفاوت بين دائرة وأخرى عن 10% فقط. أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة هيلين كلارك أمس عن ترشحها للمنافسة على منصب الأمين العام للأمم المتحدة خلفا للأمين الحالي بان كي مون، والذي تنتهي مدة ولايته 2 والأخيرة نهاية هذا العام. كانت كلارك قد شغلت رئاسة الوزراء في نيوزيلندا بين العامين 1999 و2008. ومع ترشح كلارك يرتفع عدد المتنافسين رسميا على مقعد بان كي مون إلى 8 مرشحين بينهم سيدتين أخريتين. ارتفع الإنفاق العسكري في العالم في عام 2015 بعد 4 سنوات متتالية من التراجع، وذلك وفقا لإحصاءات نشرها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام اليوم، حيث قال إن الإنفاق العسكري في العالم سجل العام الماضي ارتفاعا لأول مرة بعد 4 سنوات متتالية من التراجع. ونشر معهد ستوكهولم إحصائيات أوضح فيها أن النفقات العسكرية حول العالم زادت في العام الماضي 1% لتبلغ 1676 مليار دولار، وأن هذا الارتفاع تقف خلفه بالدرجة الأولى دول أوروبا الشرقية وأسيا والشرق الأوسط بالتوازي مع تباطؤ وتيرة انخفاض الإنفاق العسكري في الغرب. رياضيا ومع الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حيث فاز الإسماعيلي على نادي الزمالك بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 23 من البطولة. الفوز جعل الإسماعيلي يقفز للمركز الخامس برصيد 37 نقطة، وجمد رصيد الزمالك عند 41 نقطة في المركز الثاني ليبتعد أكثر عن الأهلي المتصدر ويتسع الفارق إلى 9 نقاط بعد تلقيه الهزيمة 5 هذا الموسم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.